الحاجات المهمة جدا عندنا دلوقتي في مصر ان احنا بقى عندنا حب للمدربين البرتغاليين، يعني المصريين يحبوا المدربين البرتغاليين. المدربين البرتغاليين موجودين الان في منتخب مصر في الاندية الكبرى في مصر زي الاهلي والزمالك وايضا اندية زي فاركو وانبي. ليه في رأيك المصريين يحبوا المدربين البرتغاليين؟ ايه اللي بيميز المدربين البرتغاليين عن غيرهم من المدربين؟ احنا عندنا ثقافة خاصة بالبرتغاليين، خاصة بالتنظيم القوي جدا. احنا بنفكر 24 ساعة في اليوم في كرة القدم، حتى واحنا نايمين، حتى واحنا رايحين ننام بنفكر في كرة القدم. حتى وانا جاي هنا دلوقتي اللقاء انا معايا ورق بكتب فيه حاجات عن كرة القدم. دلوقتي وانا قاعد معاك بفكر في كرة القدم ومن زمان، واحنا بنتعلم يعني ايه كرة قدم. في لعيبة كتير قوي بيلعبوا كرة القدم مش عارفين يعني ايه كرة قدم، مش عارفين يعني ايه احساس بكرة القدم، بس احنا كبرتغاليين بنتعلم الكلام دوت من واحنا صغيرين، بنحاول ان احنا نقوي من الحاجات اللي احنا بنعملها على الملعب وبره الملعب، تقنيا وتكتيكيا فكريا تنظيميا، ودايما بنحاول ان احنا نوصل للنجاحات زي كابتن جوزيه فريرا، زي كوتش مورينيو، زي جورج جيزوس. الكثير من المدربين عندهم خبرات كبيره جدا في كره القدم، مش في البرتغال بس، بره البرتغال كمان. وعلشان كده انا بقول ان احنا شغلنا في كره القدم شغل جيد جدا.